السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي أصدقائي الأعزاء، مرحبا مرحبا أختكم مبارك الله فيكم. ما تنسوش تديروا النجم، صورت لكم مع الفيديو من الودايا حتى لشارع الجزائر، ومن هنا غادي نديكم نوريكم جوج ديال لي باركينغ الى دخلتوهم من 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 سالة من الشمال، حيت هذا هو المدخل ديال مدينه الرباط. المدخل ديال مدينه الرباط من الشمال عنده جوج ديال المداخل، عنده لهنايا الا بغيتي تدخل للمدينه ديريكتومون، وعنده ديريكت الا بغيتي تخرج من المدار وتخرج من تما كاينه القامره وتكمل الطريق ديالك، وعنده الطريق الثالثه اللي غتبقى كتمشي لينا من طريق السلا الجديده وتخرج عاوتاني على المدار وتدوز على بوزنيقه طيح بوزنيقه، وكاين الاخر ديال لوطوروت الكبيره اللي عاوتاني اللي كطيح فيها حتى هي ديريكتومون في لوطوروت لوطوروت وانت غادي. الله يسر الامور الناس اللي كيجيو عندنا للرباط، شكرا لهم بزاف، والناس اللي كيجيو في الويكاند ويجيو يتساراو عندنا في الرباط شكرا لكم بزاف، والناس اللي كيجيو للمدينه شكرا لكم بزاف. هنايا كاين البنك الشعبي، هذا هو البنك الشعبي شوف، وهذاك اللي هي الترام واللي كاين الكنيسه من تحت لها هبطي لها ديريكتومون ساعة الجولان. هذا شارع النابه كيمشي ديريكتومون من هنايا، ملي كتوصل هنايا في شارع النابه شوف عندك الفيروج الاولاني دير السينيال واحد 50 متر وما كاملاش، وتهود الباركينغ الاولاني اللي جا تحت من ساحه مولاي الحسن. إذن عندنا باركينغ الاولاني كاين هنايا في ساحه مولاي الحسن دائما فارغ، فيه جوج ديال لي زيطاج مراقبه بالكاميرات، حطوا طوموبيلاتكم هنايا، والناس اللي كتمشي المصالح ديالها تقضيها واللي جاي يتسارى في الرباط ديك الساعه راه كتولي هنا في السونتر. سمعتوني هنايا، مرحبا بنتي مرحبا. هو شو هادو اخواني اخواتي اخر مره ملي كنا صورناهم قال لك شي وحدين ما كرهوش دار الطاقة الشمسية من الفوق وتولي إنارة مجانية إيكولوجية للبلاصة. فكرة كانت ممتازة من أحد المتابعين، تجي الطاقة الشمسية من الفوق وتولي الإنارة مجانية، علاش لا؟ إذا الباركينغ هو هذاك تحت من هذيك، عنده الدخلة ديالو من التحت على يديك اليمين، راه غيبان لك تما الباركينغ. كنكملوا الطريق ديالنا ديريكتومون خوتي حبابي صحابي، وكنتلقاو المتحف. اول حاجه كاين عندنا هذا المتحف، هو متحف جميل ورائع شوف، حيت الوقت اللي كتجي لهذاك الباركينغ صافي راك وليتي وسط المدينه. مرحبا بك الى جيتي، مرحبا بك الى جيتي، مرحبا بكم، مرحبا مرحبا بكم متابعين اوفياء ديال القناه، شكرا شكرا لكم. مرحبا الصحافه لاماب على ماب نتوما، مرحبا شكرا بزاف، الله يسر لكم الامور، شكرا لكم بزاف، ميرسي بوكو. اذا خوتنا وحبابنا المتابعين الاوفياء ديال القناه الله يسر لهم الامور، نمشيو لكم من هنايا ديريكتومون فين باش غنوريوكم حوايج اخرين. هي كاينه لا ماب واحد، وكاين عندنا هنايا واحد التماثيل ها هما شفتوهم، كاين هذاك التمثال ديال داك الحصان ديال سميتو، وكاين واحد التمثال ديال الافريقي. هاد الحصان راه عنده تاريخ سمعتوني، شي افلام مصورينهم داك الحصان اللي كانوا تخبوا فيه هذوك باش دخلوا لواحد القلعه، فيلم ديالو كيعجبني بزاف نشوفو. هاد البلاصه صافي تصوب عليها الجاردينات ديالها، وهاد المكان مسجد السنة حتى هو اخواني اخواتي خلينا غيتعاود كاملو من الداخل ومن برا وتقاد كاملو. المشوار اخواني اخواتي كاملو حتى هو خليناهم جايبين ليه الانارة وجايبين ليه الواد الحار وجايبين ليه المسائل ديالو كلها من جهة الساحة، وكان خاصهم واحد القادوس كان دوزو ريضال من الجردة من الفوق اللي كنت صورت لكم الا باقيين تعقلوا ياك. شارع كاين لي درابو، اذا كاين بروتوكول رويال اخواني ملي كيكونوا الروايض بحال هكا، إذا ذكرى ولا بروتوكول ولا زيارة. هانتوما هذا هو المشوار السعي صافي، راه حيدوا لي هذوك، راه ريقلوا لي هذوك ريقلوا لي هذوك الأسوار ديالو، غتكملوا ديريكت أخوتي فوالا، غتكملوا ديريكت
شي كاع داك سميتها صافي ريكل وهاد الشيء الشيء اللي رديتو البال هنايا في المشوار ردوا التقابي خليهم بانوا لكم التقابي شوم هذوك التقابي باش الحيط شوف دابا الحيط شوف دابا باش يفهموا شوفوا دابا داك الحيط ديك البلاصه شي مني تقبوه ردوا لي التقابي كيبان لك الحيط ناشف رديتو لي البال الحيط ناشف علاش الكوروندير كيدور فيه ملي كيدور فيه الكوروندير هذيك الميديتي كتقدير وردوا البال دابا الحيط اللي مسدودين ليه التقابي ديالو بحال دابا هذا هو هنا هو شو دابا هذا هو مسدودين ليه التقابي بانت لكم الرطوبيه الميديتي هي خارجه شي راه يبدا يتفرقع من التحت بان لكم راه الماء ما كيبانش لكم اصاحبي راهو هو واحد شويه غينفض كاع هاد الحيوطه دابا البلايص اللي مسدودين اللي سدوا لهم هذوك التقابي كلشي هذوك الحيوطه كينفضوا وهذوك اللي خلاو لهم هذوك التقايبات سمعتوني كيتنفس هنا اخوتي كانت عندنا الجاردينات فيها تعاود لينا في هاد الشارع كاملو المحطه اخواني اخواتي راه متوقفه الاشغال ما نقدر نفيدكم بولو ما عرفتش بالضبط انا علاش واقفه فوالا وهنا دابا نقلق لكم السوق ونجي نقول لكم بالضبط شنو كاين هنايا تكملوا التضربه هذا ما تردوا البال شوف هذا مول الطوبيس يبقى واقف صافي خصو يوقف هذاك وقف مسقوط وقف شوف هذاك مول الطوموبيل ما كيتصنطش ها هو شي عمركم تشوفوا هذا تزوج ما قال لي فهاد الدوره حدايا معاه جاب الله طلع هو شيفور ديما هذا الا ما رديتوش مع البال راه يجمعك الا تلاقيتي مع شي شيفور كيسول ما باغيش يخدم يجمعك هنا خوتي هنايا كيصلوا الطوموبيلات ديالهم 5 ديال الدرهم او هاد لافاج كتجيب الطوموبيل ديالك اللي كتميزي 5 ديال الدرهم وتغسل الطوموبيل ديالك هنايا راك شفتو كان عاودوا لينا الجارديناج وعاودوا لينا كل ما هي حاجه وشبعتو معنا الاشغال ديال سميتو ديال هذا باب الحد وهنايا في بنوت عمر حتى هي راك شتو عاودتو تعاودت ليها الجاردينات ديالها كاملو واش عاود ليها ديزاكتيفي كان هنايا ليكيب ديال بي اش هي اللي كانت شدات لينا ديزاكتيفي وكان عندنا لابارتي من هنايا اللي كان شدا لينا ليكيب ديال الهلاوي الفريق ديال الهلاوي كنضرب هذا النفق وهذا النفق راه فيه جوج ديال الانفاق كيخرج منه واحد وكيدور واحد من شارع مصر حسن تالي شارع مصر هذاك اخواني اخواتي ضربوه لينا في 4 شهور وديال الهرهورة كان في 3 شهور وشوي 3 شهور حيت الباركينغ بوحدو هو 3 شهور كانت سالة لينا ديال الهرهورة وهذا ديال حسان ديال التحدي كان في 44 يوم جيوا اخواني اخواتي هنايا ياك وهنايا الطوبيسات صافي اول دخله غير بشويه عليكم تتلاقاو مع هاد البلاصه هي شو غادي الظروف شويه عليكم من هنايا ها نتوما شو تدخلوا من هاد التقويصه شو ها هي صافي هنا تعاود اخوتي هاد الجارديناج خليناهم اخر مره وتصبغات هاد الدنيا كلها وتنقات تعاودت لي الالكتريسيتي هاد البلاصه حتى هي راه هي تريكليت شو لا وتجي بشويه عليك بشويه عليك انت تجيب لي معاك عماره ديال السعاده هي هادي والمامونيه هنايا راه بغيت تشري حويجات ها هما سبرديلات حويجات سيرفيطات كلشي داكشي ها هي شو وتهو الطوموبيلتك من الرايه منين داخله هذيك شو صافي راه هي مهوده الطوموبيل اللي هنايا الباركينغ هي راه مهوده ها هو تا هو هذا راه غادي يجي يهبط الباركينغ ها هي تهود هنا الباركينغ وحط طوموبيلتك وانت هو السونتر وانت في السونتر فيل شو الباركينغ هما الناس خارجين منه حاطين طوموبيلاتهم وفيه الفوق والتحت وانت في السونتر فيل سير تسارى وسير المارينا ودخل المدينه القديمه وسير هبط من هنا هبط لاكورنيش
البحري وهبط لا كورنيش النهاري وتغدى نعم سيدي عليك والريستورات والقيواش والمسائي واللي حبات خاطرك شعبي بلدي تقليدي حوت اللي حبات خاطرك وضرب لي تشويره نعم تبدل لي الجو عندك انا في الرباط ومرحبا بك وما خفتي حتى حاجه انا وريتكم هذا الباركينغ وريتكم كيفاش تدخل اليوم ندخلوا نشوفوا جاونا شي رسائل ولا شي حاجه خوتي احبابي اصحابي خليتكم على خير وما كاين غير الله الوطن الملك وانا مشيت.